السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، سعيد بالتواصل معكم مجددا، وأشكر جميع الزملاء والأصدقاء وأيضا المشتركين الحاليين والمشتركين المحتملين الجدد، ونواصل مواضعنا فيما يتعلق بالعمل الإداري وخاصة بالوظائف الإدارية. وقد رأينا مفهوم الشرطة الإدارية، ورأينا السلطات الإدارية المكلفة بالنشاط الشرطوي، كذلك رأينا التمييز بين الشرطين، الرقابة القضائية، تنفيذ التدابير الشرطوية والعقوبات المرتبطة بها. إذن مجموعة من المفاهيم تجعلنا نؤطر مفهوم الشرطة الإدارية أو العمل الإداري بشكل عام، خاصة فيما سيعرجنا هذا إلى كل المبادئ الأساسية لتنظيم المرفق العام. أيضا يكون موضوع حصتنا لهذه الساعة هو تلك القوة التنفيذية للقرار الإداري، القوة التنفيذية للقرار الإداري. وبطبيعة الحال فإن إجبارية تنفيذ القرار الإداري تفرض مجموعة من الالتزامات تجاه المرتفقين التي ستنفذ أحيانا عبر اللجوء للقوة العمومية، الشيء الذي يخول للإدارة عدة امتيازات من بينها امتياز الأسبقية لو بريفيليج دو بريالابل، وكيتم التنفيذ حتى في حالة معارضة المواطنين لأساس القرار، إذ أن كل عمل إداري يتمتع بقرينة المشروعية لا بريسومبسيون دو ليغاليتي، يثبت العكس فيتجه المتضرر إلى رفع طعن إلغائي، والذي لا يوقف أو لا يوقف مسلسل التنفيذ. وتلجأ الإدارة بطبيعة الحال أحيانا إلى تنفيذ قراراتها عن طريق استعمال القوة العمومية في حالة رفض من طرف المواطنين، وذلك حسب شروط حددها الاجتهاد القضائي. إذا قبل ما ندوز الشروط أعيد للتذكير مفهوم القوة التنفيذية للقرار الإداري، وقد قلت أن إجبارية تنفيذ القرار الإداري تفرض مجموعة من الالتزامات تجاه المتفقين التي ستنفذ أحيانا عبر اللجوء للقوة العمومية، الشيء الذي يخول للإدارة عدة امتيازات من بينها امتياز الأسبقية، وكيتم التنفيذ حتى في حالة معارضة المواطنين لأساس القرار، إذ أن كل عمل إداري كيتمتع بقرينة المشروعية، وحتى يثبت العكس فيتجه المتضرر إلى رفع طعن إلغائي، والذي لا يوقف مسلسل التنفيذ. وتلجأ الإدارة أحيانا إلى تنفيذ قراراتها عن طريق استعمال القوة العمومية في حالة رفض من طرف المواطنين، وذلك حسب شروط حددها الاجتهاد القضائي. إذن هذه الشروط هي أولها في حالة استعجال بطبيعة الحال، وثانيها إذا رفض المعني بالأمر التنفيذ ولا توجد أي عقوبة جنائية أو أي وسيلة قانونية خاصة تنص عليها التشريعات واللوائح، ونجد أيضا في بعض الحالات عقوبات إدارية تؤدي نفس الوظيفة الإكراهية كسحب بعض الرخص. لأن بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية العرض، إلى نقطة
نهاية مفهوم القوة التنفيذية للقرار الإداري، وبطبيعة الحال أعاود تشكراتي لجميع الزملاء والأصدقاء وأيضا المشتركين الحاليين والمشتركين المحتملين الجدد، وبالله التوفيق.